هي توقيف الحصان او منع من زيادة السرعه في الركوب، وحتى الى حد ما في قود على جنب وحتى قود العادي بالذات في الركوب، يعني تبين بالركوب هي مثلا ذكرت سابقا توقيف حصان بعنان واحد او بالاحرى صروع واحد من العنان، حتى برا يسمونها وان رين ستوب الطريقه الامريكيه بالذات، فيمسك الحصان من جهه واحده، حصان جديد حصان عسيف حصان يبغى ينطلق هو شو يصير قبل ركوب صحيح ما يبغى يعسر او يستعمل القوه، الحصان ما راح يتحكم فيه باستعمال القوه، فيقوم ايش يتحكم بالحصان بعكف رقبته، ياخذ رقبه الحصان من جهه وتلقاه يبالغ في ارخاء الجهه الاخرى. فرق بينها انك لما تسويه هنا وتسوي تروح ركوب اخرى هناك تسويها بامر من اصلا الطريقه، حتى الحصان الموزون خاص حقك لما يجي شيء فوق طاقته من حقه ينطلق او سينطلق او يروغ او يسوي اللي يبغاه غصب عنك، وتحاول بس توزنه بحدود الوضع اللي انت فيه. هنا ما يدرس الحصان ينجح فيما يريد، مما يعني انك ما تسويها لرد الحصان، لان الحصان في الطريقه دي اذا كنت ماشي زين في الطريقه ولا تقدر ترد الا عن طريق تغيير الاتجاه عندك خطا. طب شلون عندك خطا وانت دائما تقول رد الحصان عندك تغيير الاتجاه بدون ما تجر؟ اي هم لما تشرح شخص يركب خطا او تشرح لشخص يركب طريقه ركوب اخرى، تغيير الاتجاه لرد الحصان احسن من العسر او استعمال القوه، لكن ما يعني انك تركب حصان موزون بالطريقه ذي ولا تقدر ترد الا عندك تغيير الاتجاه ثم تبين انك تزلق. لو كنت تزلق صدق استطعت ترد الحصان بدون ما تغير الاتجاه، ليش؟ لان اصلا التزليق مبني على التحكم بالاتجاه. تزلق يا سحب او تجمع اذا فضه او تكه يا تكه بنفس المقدار من جهه من جهه حسب الجهه اللي هو استعمل اكثر، بما انك تحكمت باتجاه الرقبه بدون ما تلفه. فلو كنت مزلق صح او جامع صح او متكي صح كيف نجح باخذ الاتجاه منك؟ مو على كيفه. فاللي يصير انك مفروض تكون قادر على توقيفه بسهوله بدون ما تغير الاتجاه. الحاجه لتغيير الاتجاه لرده ثاني ركوبك خطا، ولكن مرات لغرض او لاخر تسويها زياده، افرض انك ركبت حصان مو بجاهز للركوب ولا قوتك كفايه او ما قوتك على جنب كفايه، او حصانك الخاص بس كان في وضع فوق طاقته وممكن يطيح لو لعب والى اخره. فلقيت ماخذ جهه من جهه تدعى اللزوم قاعد تلف محله، قاعد تفر يمين او تفر يسار او مثلا عاكف رقبته تدعى اللزوم من جهه من جهه. اللي حاصل هنا لا شعوريا قاعد يسوي رده فعل لفعله. يعني هو يحاول يبالغ في السحب يسار، فزلقت ليسار زياده فرجع لي. فلما رجع زياده جمعت هدف فانتهى بي المطاف اني الف يسار. فقاعد الف عكس الجهه اللي هو يبغى يلفها، يعني يبغى يبالغ باليمين فانا بالغت في يسار كرده فعل فقط لفعله، لكن يوازن الجهه الاخرى. فلا يستطيع اعطائي الجهه والانطلاق او اخذ الكتف. طرق ركوب الاخرى يسويها متعمد، يلف رقبه من جهه خاصه الطريقه الامريكيه ويرخي الجهه الثانيه تماما ويحط وزنه على الركابه على السج. تفيد لحد ما، بس لو الحصان قرر بالذات العربي او المهاري اللي يجمع بين القوه والمهاره، يعني لو الحصان قرر ينطلق ايش يسوي؟ يعطيك رقبته تماما عند بطنك او عند سرتك عند كتفك الى اخره وينطلق قدام من منحاش بكتف الايمن. فانت هنا لما تسويها ممكن يعكف رقبته زياده يسار او يمين ولف في محله، لكني ما اهمل الجهه الخارجيه فما يستطيع اثناء اعطائي الداخليه ينطلق قدام، مستحيل انك اصلا راد عندك دقه اليد بامر الله. هناك عكفت رقبته ولا لا، الانطلاق قدام وارد حتى لو كان حصانك الخاص، ما بك حصان مدرب خطا قاعد تدربه. فاللي يحصل انك تحاول تسويها بس لو نجح اثناء عكف الرقبه بالانطلاق قدام صارت مصيبه، اولا مصيبه ممكن يلطش او يتعور الى اخره، ثانيا ممكن لو اصر وانت صريت يصدم شيء، يصدم جدار، يصدم سفلت، يصدم درابزين او حاجز في الميدان الى اخره. اخيرا والاهم، لو عشان تتفادى الخطوره اضطريت تعطي رقبته تطبع، يعني اذا كفت رقبته يمين صدف انه يقدر ينطلق وصار هاج وما اعطيك رقبته، لو فكيت رقبته اعطيت الرقبه بالاستقامه عشان تدبر وضعك او حتى لفيت يسار عكس قد عرف ان اجبارك اجبار على فك الجهه دي وحاسك، ولا يمديك اصلا تنتقل من الجهه اليمنى للجهه اليسرى بانتقال هذيك ترد، انك باختصار زي ما انطلق معك بكتفه الخارجي قدام واعطاك اليمين داخليه، لما تعكفه يسار بيعطيك يسار داخلي ينطلق يمين، لكن ما ترد الثنتين بنفس الوقت، ترد جهه وجهه لا، هنا الثنتين كلها لي بالضبط اني ازلق او اجمع او اتكي ما اقفل. اذا عكف رقبه الحصان من جهه من جهه زياده سواء درج او دائره او لفه، طرق الركوب الاخرى شعوريا وامر ينجح، لكن وقت الاختلاف ممكن ما ينجح ممكن تكون نتيجه كارثيه. هنا ليس امر، رده فعل لفعل الحصان، وسواء سويته كامر او سويته كرده فعل لن ينجح الحصان بامر الله ابدا في فعل ما يريد، لانه اصلا بدون ما عكف رقبته لن ينجح، شلون عكف رقبته؟ يعني اختلال توازن يكون اكثر.